لك العمى بعيونه وش طلع كذاب؟ ما بصدق. لك بنت يمكن ما بيطلع عمرها 20 سنة، بس انا اللي انا اللي ما بفهم شيء طلعت الحق علي. ما بعرف شو بدي لك، بس انت ما بصير تسكتينه. لك روح اشتكي على عفاي. سجلها موعد يوم الاحد الساعة 5. اي حاضر دكتور. طولين خير؟ شبكي في شيء؟ والله للاسف يا انسه تولين، القانون لا يحمي المغفلين. شو يعني دكتور؟ راحوا عليها الذهباء؟ والله اذا اخوه طلع ابن حلال وسمعك وساعدك ممكن يرجعوا لك الذهبات. غير هذا الحل ما في. القصه مو قصه دافع يا دكتور. القصة إنه أنا وهاني صار لنا 3 سنين مع بعض، وبعتبر حالي محسوبة عليه. يعني أنا شو بده يصير فيي إذا تركني؟ إذا تركك؟ ليش حضرتك يا أنسة تولين ناوية ترجعي له بعد كل شيء عرفتيه عنه؟ ناوية ترجعي له بعد ما عرفتي إنه متزوج؟ ما رح أرجع له بس. وبصراحة بعد كل شيء سمعته عنه، أنا اللي بقول لك يا أحمدي ربك إنه هالزلمة مانو من نصيبك. بتعرف دكتور، حكيك ريحني كثير. شوفي يا تولين، أزمتك عبرة. بتشبه أي شيء بيصير معنا بالحياة، بيبدأ كبير وبينتهي صغير. أنا بس بدي منك ما تصيري إنسان متشائم. طالما في ناس بتفكر مثلك، أكيد ما رح تعمل متشائم. إيه لا تقلقي، في كتير ناس مثلي، بس المهم إنه أنت ما تستسهلي خياراتك. لا، مثلك ما في. رنا، لو سمحت اعملي لنا كاستين شاي أخضر. أكيد رنا بتكون زعلت مني هلا. بأي حق بدها تزعل؟ لا هي خطيبتي ولا هي زوجتي. دكتور سمير، ما رنا بتحبك. يعني أنت مفكرة إنه أنا ما بعرف؟ بس هذا ما بيعطيها الحق أبداً بإنها تتحكم بحياتي طالما حبها من طرف واحد. من ناحيتك ما في مشكلة، بس من ناحيتي أكيد في. يا لطيف، هالمجتمع شو بيعمل حسابات بكتير من الأحيان لأشياء ما إلها طعمة. يعني معلش تولين، خليني أسألك سؤال. رنا، شو رح يفرق معها إذا أنا حبيتك إليك ولا حبيت أي وحدة تانية؟ حبيتني؟ أنا عم بحكي على سبيل المثال، بس هذا ما بيلغي أبداً مسألة إعجابي فيك، وإلا ما كنا قاعدين. لا يا ستي، وتأكدي إنه رنا كمان حاسة بهذا الإعجاب. أهلين تولين، تفضلي، الدكتور جو عم يستناك. رنا، أنا رفيقتك، ما لازم شي يفرق بيننا. يعني إذا انخطبت لسمير ما صارت آخر الدنيا، وما لازم تتغيري وتتعاملي معي بهي الطريقة. أنا آسفة، بس هذا ما بيعني إني أنا أنزعج من وجودك هون أو تتغير محبتك عندي. مبروك. من قلبك؟ معناها خدي رقم موبايلي الجديد وسيبي عندك.